أساسية لمسألة مجرد الرغبة في الشهرة أو الرغبة في الظهور، فيعلن دون أن يكون لديه القدرة على استجماع هذا العدد الذي أوجبه الدستور والقانون في هذا الصدد. لذلك تصنيف هذه النماذج مسألة أيضا لا تقل أهمية عن المسألة الأولى وهي المراجعة القانونية الدقيقة لهذه النماذج. التصنيف كان يتم من خلال أولا وكمرحلة أولى أن نتحقق من أن جميع المحافظات وليس 15 محافظة فقط قد حققنا فيها الحد الأدنى المطلوب وهو 1000 نموذج تأهيل. ثم بعد أن نقف عند هذا الحد الأدنى ننتقل بعد ذلك إلى تصنيف نماذج التأهيل التي تم فحصها وردها إلى كل محافظة ينتمي إليها نموذج التأهيل. طب في صعوبة في هذه المسألة؟ نعم. ليه؟ عشان تبقى حضراتكم عارفين، لأن نموذج التأييد على سبيل المثال اللي بين يدي اهو ده نموذج تأييد كما قلت النصف الأعلى منه يتعلق ببيانات المواطن، وقلت لحضراتكم الآن أن من بين هذه البيانات الاسم، محل الإقامة، والمحافظة. يبقى إذن الشق الخاص بالمحافظة في النصف الأعلى من النموذج بيشار فيه إلى إيه؟ المحافظة المحددة في بطاقة رقم قومي خاصة بالمواطن. لكن الشق الأدنى الثاني من النموذج الخاص بمكتب التوثيق يثبت به أيضا في خانة تتعلق بالمحافظة، ولكنها محافظة إيه؟ المحافظة التي يقع في دائرتها أو في زمامها مكتب الشهر العقاري الذي توجه المواطن إليه وحرر النموذج. فده بيقود في الواقع العملي الآتي، إن أنا من الجائز جدا أن أجد لدي نموذج تأهيل محرر فيه بالنسبة للمواطن محافظة الإسكندرية، ولكنه حرر نموذج التأهيل في مرسى مطروح.